ما بدي يصير لك شي بسببي. أنا بدونك بموت. رح أعترف، رح أعترف لكل العالم بكل شي عملته لأرد لك المعروف اللي عملتيه معي. الحب اللي قدمتي لي أنا ما بستاهله نيل. قومي بقى. يا الله ما أغباني، شلون بعمل هيك برفيقة عمري؟ يا الله ما أغباني. يمكن من كتر ما تعصبت بحياتي حبيت عصبك معي. صدقيني أنا مستحيل سامح حالي إذا بصير لك شي يا نيل. الله يوفقك يا حبيبتي ومن كرمالي. ما تسرى أنا اللي لزقت فيكي وهي الله ما كان قصدي. الله يوفقك لي نصحي وسامحيني. بترجاكي الله يخليكي اصحي وسامحيني. والله انا ما كان قصدي اذيكي، ما فكرت رح توصلي لهون. مو معقول هالحكي، بعنا تساوي هيك؟ طيب ليش تسوي هيك؟ مستحيل، مستحيل يكون هالشي صحيح. خلصنا بقى، والله ما بحب شوفك هيك. خلص افردي وشك بقى، بترجاكي لا تكبري القصة يا أليس. قلكي شو جبت لك معي؟ شكرا مجد، أنا هلأ مو جاي على بالي شي. أليس ما بصير هيك. شو صاير معي؟ وحدة معترة، وهلأ اكتشفت أنك أنت ثروتي بهالحياة. سامحيني. حتى لو أنت سامحتيني أنا بعمري ما رح سامح حالي. لا تروحي بانا، لا تروحي وتتركيني. أليس شو بك احكي؟ أنا من شوي فتت لأطمن على لين. إيه شو صار معك جوا؟ أوس في مجال تهدى وتروق شوي؟ أليس شو القصة؟ لين منيحة؟ منيحة. طيب أنت صاير معك شي أليس؟ ولا شي، مو صاير شي. راحوا هدول. سونيا برضاي عليكي قومي اتصلي بأبوكي. والله ما بعرف شو ممكن تساوي بهالمصيبة هي، والله ما بعرف يا أمي. هالموضوع بينتو ما رح يمر على خير، والله إذا لقاها أبوكي ليدبحها بأرضها، بس إذا كمان ما لقاها شو بدنا نساوي وقتها؟ دخيلك يا ربي وين بدها تكون راحت؟ طيب شو رح نساوي؟ الله يقصف عمره على هالفصل الناقص اللي ساوته فينا، والله بس ترجع لقيه معيونة من وشها. بنتك وطيت راسي. فوتي فوتي لعنده. لين حبيبتي انتي منيحة؟ ما متت؟ شلون صار هيك وما متت؟ مع انه الدواء اللي اخدته كتير قوي. لو تعرفي قديش حل يعني يا لين. هلأ مو وقت مسخرتك يا بانا. حبيبتي خوفتيني عليكي، حسيت انه ممكن بلحظه تروحي مني وما عاد يبقى لي رفيقه احبها لهالدرجه من بعدك. ما في شي بيستاهل تعملي بحالك هيك من شانه. اكيد انا مستحيل عيدة، بوعدك بعد اليوم اني مستحيل زعلك او ضايقك بشي. انت بس ارجعي لنا رح نرجع رفقات مثل قبل. بحياتي ما رح ارجع ساوي هيك، وحنرجع رفقات. حبيبتي صحيتي؟ ايه. لو تعرفي قديش خوفتين عليك. تعال لعندي. تعال. ايه.
أليس استني شوي، شو القصة؟ ولا شي، قلت لك ما في شي. أليس ليكي، أنا بعرفك من عيونك، لهيك ما في داعي تخبي علي. لك احكي شو القصة؟ بانا كانت عم تقول للين شي مو منيح، واللي هو حبيبتي أنا آسفة مضطرة أني روح، لا تزعلي مني إذا ما قدرت أتصل فيكي ماشي، لأنه الوضع بالبيت مكركب هالفترة. لولاك يا بانا أنا ما كنت قدرت أصحى مرة تانية، يمكن صوتك هو يلي صحاني. أنت قوية كتير يا لين، ديري بالك على حالك. خلصيني احكي أليس. بانا اعترفت لين بموضوع مهم. ايه وشو هالموضوع؟ شو خبروكن شي؟ لا والله لهلأ ما خبرونا بشي جديد. يلا بكري خلينا نفوت لعندها ونطمن عليها. طيب تفضلي. ما حدا عم يبرد لي قلبي بشي خبر منيح عن لين، واللي عم يفوت لجوا عم يعلق وما عم يطلع. طنط إقبال لين صحيت أخيرا، وضعها كثير منيح. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الحمد لله. يلا خلونا نفوت نشوفها. يلا تفضل. الحمد لله شكرا لك حبيبي. نحلي مرتك عم تبكي الله يخليك. والله عم بكي من فرحتي. بعدين يا إقبال فرح، تعال نفوت نشوفها. لوين بتكون راحت؟ شبكون؟ ليش ما عم تردوا علي؟ كاظم صدقني لو منعرف وين راحت ما كنا خبينا عليك. انتو اكيد بتعرفوا ما بدكم تحكوا. معقولة أنا خبي عليك يا كاظم؟ طبعاً كل شي معقول يا صبحية. سونيا ما معك تليفون شي واحدة من رفقاتها؟ بابا في واحدة أنا بعرفها خبرتك عنها، هي بنت كتير آدمية ومن عائلة كتير كبيرة. إيه وشو عم تستني لكان؟ بابا هو بصراحة احكي ليكون كمان رقمه مو معكن. يا سلام. بلا عنا الرقم تبعها يعني سجلنا؟ لكان تحرك دقيلة يلا بسرعة. ضاع منا. الله ياخدني وريحني منكم ومن غبائكم لعمة بعيونكم. أحسن أنا توقعت شوفك عند لين. حبيبتي نزلت مع بابا شوي. طمنيني أنت كيفك منيحة؟ ليش ما خبرتيني أنك جاي؟ يا عمري عارف انك خايفة عليها، انا متأكد انه لين رح تطيب وترجع لنا. احسن لما شفتها غايبة عن الوعي خفت عليها كتير. كلنا خايفين عليها، تعي ننزل على الحديقة ونحكي شوي. بدي روح مضطرة ارجع على البيت بسرعة. طيب نقعد شوي وبعدين بوصلك. شبكي؟ لا تخاف ما في شي، كتفي واجعني شوي لانه وقعت وانا جاي لهم. سلامة قلبك، هاد كله لانك متوترة. آخ منك يا بنتي ليش هيك ساويتي؟ والله خوفتيني عليك يا روحي. يا حبيبة قلبي معقول تعملي فينا هيك؟ إلو ما ساويت هيك ما كنت عرفت قديشني غالية عندكم. معقول تقولي هيك يا حبيبتي؟ بس لين معها حق بالشي اللي عملته. طبعا تصرف هاد كان غلط وما في مسؤولية، بس المهم بالموضوع انكم تكونوا تعلمتوا منه درس. لين
مرة تانية إذا بدك تشوفي قديش منحبك عملي لك شي شغلة أخف من هيك. تعرفي لما ترجع على البيت رح ساوي لك شوربة خضار مشان تطيبي بسرعة وترجعي لنا مثل أول. ما بطيقة أبدا. حبيبتي ما فيكي تعترضي، أنت لازم تاكلي كل شي لحتى تطيبي بسرعة. شو رأيكم نعاقب أختي الحلوة ونخليها تدرس كتير وتاكل ملفوف وشوربة الخضار كمان؟ استناني لحتى أقوم بعدين نفذ عقوباتك اللئيمة يا سيد أوس. من اليوم ورايح رح تابعك خطوة بخطوة. يلا خلونا نطلع، لازم نترك لين لترتاح شوي. منيح رجعنا شفنا وشك عم يضحك. يلا قوي حالك وشدي همتك. شكرا. شوربة الخضار عم تستناكي بالبيت. حبيبتي في 100 حل أحسن من هذا التصرف، ماشي؟ ماما خليكي أنت وبابا معي لأنه في موضوع مهم بدي أحكيه معكم. ألف حمد وشكر لك يا رب أنك قومت بالسلامة. أنت شو موقفك على الباب؟ ماجد مو وقتها. كيف لين هلأ؟ صارت أحسن، إما وأبوها هلأ جوا عندها بلا ما تفوت هلأ. طيب شكرا. أليس لا تفكري حالك إنه رح تنبدي بدون ما تحكي لي القصة. بانا بشو كانت عم تعترف للين؟ شو بدي أقول لك يا مجد؟ والله الشيء اللي سمعته ما بيتصدق. بصراحة أنا ندمانة وبعتذر منكن على الشيء اللي ساويته، وبعرف إنه هالتصرف غلط. خلص مو وقت هالكلام، هلأ المهم تتحسني، والشيء الأهم إنه الواحد يتعلم من غلطه. يا بنتي حبيبتي لين ما في أي مشكلة تستاهل إنه تساوي بحالك هيك، معقول ما فكرتي فينا؟ معك حق، بس هالتجربة علمتني كتير، بس حسيت إنه كلكن ضدي وإنه صفيت لحالي، وهذا هو الحل الوحيد اللي فكرت فيه. خلونا نسكر على الموضوع، ما بقى نجيب سيرته بنوب. أنا طلبت منكن تضلوا عندي مشان موضوع تاني، أنتوا معكن حق، يعني مشان موضوع السرقة. أي مزبوط، أنا عندي هوس بالسرقة وأنا جاهزة لتنفيذ كل شيء بتطلبوه مني، وبالنسبة للدكتور النفسي موافقة. شو مو ناوية تحكي لي؟ بالحقيقة لين ما عندها هوس السرقة. كيف؟ ايه انا سمعت بانا عم تقول هيك، بانا هي اللي اخترعت كل هاي القصة. معقولة تعمل هيك معها؟ طيب ليش تعمل هيك شي؟ هذا اللي سمعته، بس كل اللي قدرت افهمه انه هي ندمانة طلبت من لين تسامحها. غريبة، كيف الواحد بيقدر يتصرف هيك تصرف مع صديقه؟ اصلا انا بعمري ما اقتنعت بهالصدايا اللي بين هالتنتين. بس يا مجد لين كانت رح تموت حالها من ورا هيك كذبه. صحيح، ما عم صدق انه تعمل فيها هيك. والله يا مجد انا كتير مزعوجه من هالقصه هاي، والمصيبه انه ما رح اقدر اتعود على هدول العالم ابدا. مالك مضطره تتعودي عليهم، بكفي تتعودي علي لانك بتعرفي انه انا بحبك، ما هيك؟ تعرف مفروض اني خبر الدكتور بكري بالقصه، مو معقول نخبي عنه الحقيقه. طبعا معك حق، لازم يكون عندهم علم باللي صار على الأقل منشان يعرفوا كيف يتصرفوا. خلينا هلأ نطلع على الجنينة لتهدى أعصابك. يلا حبيب. أحسن أنا بشكرك من كل قلبي منشان الصور، بعمري ما تخيلت إنه في حدا يفكر فيني هيك. عن جد شكرا كتير. عارف من كتر ما عشت لحظات حلوة بالرحلة نسيت شو كنت قلك. كنت تقولي طيرني فوق الغيوم، تتذكري هالشي؟ قليلي لشوف بعنا خانو، لما استلمتي الألبوم وشفتي الصور شو عملتي؟ بصراحة شو ما قلت هلأ صعب أوصف لك شعوري. ما في داعي تحكي، بعرف شو شعورك. أوكي مثل ما قلت لك من شوي،
اليوم مشغولة ومو قادرة نضل أكتر من هيك. بدي وصيك بلين لأنه صعب شوفها بهالكم يوم. شوفي بانا خوفتيني، صاير شي معك؟ أنا هالفترة ما رح أكون بالبلد، ضروري إني سافر. بس يا بانا ما بيصير تتركي لين هيك. لو سمحت إحسان، قلت لك مضطرة سافر. طيب فهميني لوين مضطرة تروحي. إحسان بيكفي بقى، مضطرة سافر وخلاص. بانا شو هالسفرة هي اللي طلعت هيك فجأة؟ كاظم خير؟ شوفي شو بدك؟ ما لازم نحن نعمل شي. شو فينا نعمل؟ فهميني، يعني شو بدك؟ يعني انزل دور عليها بالحارات والشوارع ولا نادي بالجامع عليها؟ احكي، ليه ساكتة؟ ما بعرف، بلكي منخبر الشرطة. الله وكيلك انا بالي مشغول كتير عليها. حلي عني صبحية، ناقصني فضايح؟ بدك اياها روحي دوري عليها. إحسان شبك ليش قاعد هون؟ لا ولا شي. يلا لكان صار لازم نروح، أنا بدي وصل هاجر على البيت، وإذا فاضي منروح نتغدى أنا وياك. لا بابا بدي أقعد هون شوي. حبيبي إحسان إذا بدك امشي معي لعنا على البيت، أنا عاملة برك بالجبنة وانت بتحب هالأكلة ما هي؟ يسلموا إيديك يا هاجر، ماني جوعان. إحسان المفروض لما نمر بظرف سيء إنه نوى أكتر، ما هيك؟ طبعا بابا معك حق. حبيبي أنا ما لي غيرك بهالدنيا، بعرف. يلا خلينا نمشي، ما تضل قاعد هون. تفضل يا هاجر. ما بتعرفي قديش نحن مبسوطين انك صرتي منيحة. ومبسوطين لانك عم تسمعي الكلمة. ايه بعرف اني تعبانة ومشان هيك موافقة اني اتعالج. ماشي حبيبتي، انا بعرف دكتور نفسي كتير منيح، رح احكي معه هلا وشوف امتى فينا نبلش بالعلاج. وانا جاهزة. حبيبتي انت ارتاحي هلا وانا بعد شوي برجع لعندك. لساتك واقف هون؟ ايه خالي اقبال، ما حبيت روح قبل ما اشوفها واطمن. طمنوني كيف صارت؟ كتير منيحة، اذا بتحب فيك تفوت لعندها وتطمن عليها. شكرا كتير كلك ذوق. اكسكيوز مي، كيف بتعملي هيك؟ شلون بتخليه يفوت لعندها؟ بتعرفي اني ما بطيق اشوفه. الله يخليك بكري، خلص بقى بنتك قبلت تتعالج، وبالمقابل نحن لازم نحترمها ونحترم رفقاتها. مزبوط، بس مو بهي الطريقة. أنا مو عاجبني أبدا العلاقة بين هذا الشاب التافه ولين. طيب مثل ما بدك. هذا جلال. أهلين جلال. إيه صارت منيحة، تجاوزت مرحلة الخطر، نشكر الله. عكل شكرا لسؤالك. الحمد لله على سلامتك يا بكري. بكري لا تنسى أنا مثل أخوك، وإذا احتجت لأي شيء اتصل فيني. تمام، انت كمان روق اعصابك. يلا مع السلامه. وضع تحسن، بكري طمني انه لين تجاوزت مرحله الخطر. اي طبعا طبعا رح تتحسن، شو كنت تفكر؟ ليش بعمرك سمعت حدا مات من كتر الدلال؟ شو عم تقولي زنا؟ هي عملت هيك مشان تلفت الانتباه وخلص، وصلت للشي اللي بدها اياه ومشي الحال. لو صار هالموقف مع ابنك مجد كنت رح تحكي بنفس الطريقه؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو انت جنيت جلال؟ بعيد الشر عنه. اسمعيني، ولاد بكري مثل ولادي وما بسمح لحدا يحكي عنهم. هاي اخر مره بسمح لك تحكي بهالطريقه. يا عيب، شو ما عليكي
ما تأخذني جلال بيك، ليش أنا شو حكيت لحتى ينهز بدنك هيك؟ تخيل الله. زعلت مني؟ إيه زعلت طبعا. أنت بتعرفي أنه أنا ما بقدر أعيش بلاكي. عن جد عم تحكي؟ لين، ما حدا بهالدنيا بيستاهل تعملي بحالك هيك. بس لا تحاولي تقدمي لي أي مبرر، هذا الوضع اللي انت فيه بانا سببه. سميح لو سمحت لا تكبر الموضوع. كيف ما كبر الموضوع؟ يعني المرء بهالسهولة برأيك هيك موضوع بينسكت عنه؟ لا ما رح اسكت، بانا غلطت بحقك وانا بعرف كيف رح حاسبها. سميح الله يوفقك، خلص بترجاك هالموضوع خلص تسكر. يعني بدك ياني انسى انه بانا هي اللي وصلتك لهون؟ سميح هالموضوع انا مو حابة افتحه ابدا، بعدين بانا اجت واعتذرت، وانا لما اطلع من هون رح اتعالج عند دكتور نفسي، وبهالحالة بينتهي كل شيء. طيب هلأ نامي شوي، نامي. وين كنتي وليه؟ معقول بعد كل هالقتل بتهربي؟ احكي وين كنتي؟ رحتي لعند هداك الشاب؟ لا بابا. بالله عن جد؟ وطبعا بدك ياني صدق. انا لو ما كنت مضطرة ما كنت بطلع من البيت بابا، من قبل قلت لك وهلا برجع وباكد لك، انا ما عملت اي شيء سود لك وشك ابدا، اطمن. خلصي قليلة ادب وكذابة كمان؟ لوين رحتي وليه؟ هذا الحكي اللي عندي بابا، وإذا مو مصدق اضربني أو موتني. لك والله بكسر راسك. بابا ما عم كذب عليك، كان ضروري روح وشوف رفيقتي لأنه بالمستشفى. يا رب صبرني. ما كان لازم تفوتي كلية الطب، كان لازم تدرسي تمثيل، لأنك كذابة كبيرة. والله أنا ما عم كذب بابا، أنا من اليوم مستحيل صدقك. خلص أنت من اليوم لا بنتي ولا حتى بعرفك. بابا اضربني إذا بترتاح، أنا شو بعمل لحتى تصدقني؟ ساوي في اللي بدك ياه. وجوهكم ما كثير عجبتني. ماجد شوفي بابا كيف لين؟ تعلمت الدرس مع انه كان صعب عليها. ما فهمت. لين اعترفت انها مريضة بهوس السرقة ورضيت انها تتعالج، يعني الوضع ممتاز. يلا يا اولاد روحوا على البيت، انتوا تعبتوا اليوم. اقبال انت كمان تعبتي، فخدي الاولاد وسبقوني، انا بقيان هون. لا انا مستحيل روح وخلي بنتي هون. دكتور إذا ممكن بدي أحكي معك بموضوع. حبيبتي أنا اليوم تعبت كتير، منحكي بعدين ماشي؟ بس أنا منحكي بعدين. يلا خلونا نروح، ما في داعي نضل هون. استنى أمي عطيها للين. في أخبار جديدة؟ شو طمنوني؟ كله تمام. كيف صار وضعه؟ إن شاء الله منيحة. فيني فوت شوفها؟ تفضل. لين خوفتينا عليكي، إن شاء الله صرتي أحسن. إيه شوفي أخوك أوز جاب لك مصاصة. إيه لأنه لساعتها صغيرة. من وقت ما فاتت على المستشفى ما شفنا ضحكتها غير هلأ، دخل هالضحكة. كان بدك تشوفي إحسان شو عمل لما سمع الخبر يا لين. حمل أغراض وطلع برات البيت، ولما وصل على باب البناية تذكر كندرته. أي طبعا، قلت إذا ما أثر فيها الدواء بجي وبخلص عليها بإيدي. طمن حبيبي إحسان، قاعدة على قلبك، ما تحلم إنك تخلص مني أبدا. بحياتك ما رح تخلص مني. مو هو على أساس رفيقك وابن خالك؟ يا ستي خلينا نروح. يلا إحسان لازم نترك لين ترتاح. سبقني شوي وبلحقك. ماشي. خاطرك خالي إقبال. مع السلامة حبيبي. طبعا طبعا ماشي. أوف على الحظ. لما بشوفك نتفاهم. سميح بدي أحكي معك شوي.
انت بتعرفني منيح من الجامعة وبظن انك صرت بتعرف طباعي تمام. اهم شيء اني ما بحب اللف والدوران ابدا. عندي لك كلمتين ما بدي اعيدهم مرة تانية. قول ليكني عم اسمعك. بنتي لين ما بدي اياك تشوفها بنوب. اليوم سمحت لك تشوفها لانه الوضع استثنائي بس ما بدي هالشي يتكرر ابدا. فهمان علي؟ انا تفضل سميح انا جاهز. طيب صهري منيح اللي اطمنتوا عليها. شكرا كثير لك احسان. بكري اكيد بتكون لين جاعت، خلينا نطعميها. ايه يلا جاي. ايه بابا؟ احسان تحمل حالك وبتجي لعندي على المكتب. بابا شو صاير؟ لا تسأل، تعال فورا. سميح انا لازم روح شوف بابا، شوفك بعدين. يوم اللي تزوجنا قلت لك انه بحب يجينا ولد يحمل اسمي، وبتذكر يوم اللي ولدت في بانا كنتي حاططيها بحضنك وانتي عم تبكي وقلتي لي سامحني يا كاظم ما اجى الولد اللي بدك اياه. يوم قلت لك صبحية انا بعد ما اجت سونيا تغيرت كتير، تعلمت انه البنت مثل الولد كلهم رحمة من الله. والله انا بموت يا صبحية اذا بناتي بصير عليهم شيء. طول بالك، انت اب بتتمناكي البنت. صحيح الشيء اللي عملته كان غلط بس هي حلفت انها ما اساءت لك وما حدا غلط مع ابنه. كاظم بنتك مرباية. لما الواحد بيكون على طريق السفر وهو رايح جاي على نفس الطريق ما عنده شي غير انه يفكر. بيفكر كتير واهم شي بيفكر فيه ليش هو عايش. انا عايش مشانكم، مشانكم انتو يا صبحية، وهي النتيجة. كيف انمدت هالإيدين عليكم؟ كان لازم ينمدوا هالإيدين إلكم مو عليكم. بعمره ما رح يرجع يثق فيني سونيا. أصلاً أنا واحدة ما بنوثق فيها أبداً. بانا انت كمان طيرتي له عقله من راسه، يعني بعد كل شي صار معقولة تهربي من البيت؟ لو شفتي قديش كان خايف عليك كنت مضطرة اروح. والله العظيم انت لوين رحتي؟ لين كانت تعبانة واخدوها على المستشفى. احسان خبرني سونيا لما دريت بالقصة ما عرفت شو بدي ساوي، ما لقيت حالي غير صرت برات البيت. والله ما بتستاهل، والله ما عم صدق. طب عرفتي شو صاير معه؟ ايه كانت بدها تنتحر. جنة هي؟ والله انتو الواحد بيشوف منكم شغلات مو معقولة. مظبوط. طيب بانا هي ليش عملت هالشي؟ اختي انا تعبانة شوي وبدي نام. طيب رح اتركك تنامي. بنوش، طيب شو بدنا نعمل بهدول؟ نبيعهم ولا نكبهم؟ تعرفي رح خبيهم هلا بالدرج، بعدين منلاقي لهم شي تصريفه. ما عم سا
صدق، معقول في حدا بيعمل هيك؟ بتعرف يا أوس، أنا ماني مستغرب هالشي بنوب. كيف قدرت تعمل هيك بيعز رفيقة عندها؟ أوس، هذا اللي صار. هلأ خلونا نفكر كيف بدنا نحل هالموضوع. وكمان بتجي بكل عين وقعة وبتزورها بالمشفى. على فكرة المفروض نخبر الدكتور بكري، وإلا رح تتعالج لين من مرض مو موجود عندها أصلا. إيه قال اسمع حق، الموضوع ما بيخصك فاطلع منه. لا يا مجد، بخصني أكتر منك، وبعرف إنه كل شي صار مع لين بانا هي السبب فيه. بانا مو مثل أختها سونيا، من وقت كانت صغيرة لا بتسمع الكلمة ولا بترد، راسها يابس مثل الحيط. ايه طالعة لأبوها. مثلي؟ صحيح بانا عنيدة وقوية مثلي، بس هي ما لا. ممكن فوت؟ فوتي حبيبتي. شو ليش مستغربة؟ عم نفضفض لبعض. أنا وأبوك منحبكم كتير وخايفين عليكم، الله يحميكم. الله يخليكم. معكم حق تخافوا، بس ما بيصير تحبسوا بانا بحجة إنكم خايفين عليها. الحبس مو هو الوسيلة الوحيدة للعقاب. بس أختك بتستاهل، والله أنا ما حبيت أعمل معها هيك. لا تكبر الموضوع، صدقني يا بابا القصة مو محرزة بنوب. حبيبي بانا صارت صبية، بنتك طالبة جامعة، وبالجامعة الواحد بيتعرف على ناس كتير، يعني من الطبيعي يكون عندها رفقات مو هيك؟ سونيا بابا تثق فيني مو هيك؟ طبعا بثق. معقول تسألي هيك سؤال؟ لأني مستعدة اكفل لبانا. بابا صدقني ما رح تعمل شي سيء لك بنوب. رح كون معكن، ما أنا لازم تتحاسب. منقلع من وشي سميح، أنا متأكد مثل ما أنا شايفك قدامي، لو ما كان لك مصلحة ما بتكون بيناتنا هون. مجد عود خلينا نسمعه لو سمحت. أوس لا تنسى أنه لين أختك. على أساس الموضوع كتير هام حضرتك. أكيد بهمني. أوس بعرف أنك أنت لليوم بتحب لبانا، بس اللي صار مع لين المفروض يخليك تفكر. سميح واضح كتير أنك عم تحرض أوس على بانا، ما رح تبطل هالعادة هاي؟ مجد القصة غريبة كتير، بس سميح معه حق، لازم نخبر بابا وماما بالموضوع، ولازم يروحوا يشوفوا أهل لبانا، لأنه هي المريضة وهي اللي لازم تتعالج. أنا بدي روح وراح أحط المفتاح هون، إذا بتقلكن رح موت ما بتفتحوا الباب، فهمانين؟ فهمتوا ولا لا؟ ليش ما عم تردوا علي؟ سونيا ليكي، بعرف إنه قلبك طيب، أصحك تفتحي للباب وإلا بكسر راسك أنت كمان. طيب بابا، بس نحن تعملي اللي عملك ياه، واحدة مثلها ما بتستاهل ينشفي عليها أبدا. تفضل. بابا شوفي شو هالشي الخطير اللي صاير وما بيستنى. شوف بعينك هلأ بدي افهم شو هاد. شو
شو هاد؟ فهمني. والله ما صدقت عيوني. شو قصة بطاقات الطيارة تبع روما؟ حبيت أعمل مفاجأة لحبيبتي بانا. لك أنت أكيد واحد مجنون، بدك تفاجأة جبلة بقت ورد مو تسافر معها على روما؟ حبيت أقدم لها شي مميز. أول شي روح اشتغل وجيب مصاري، وبعد أعمل مفاجآت يا حنون. آخ، بس الحق علي مو عليك. أنا اللي عودتك على الحياة السهلة وما حملتك المسؤولية. بابا، تعرف إنهم عم يضحكوا عليك؟ تعرف إنك واحد مسخرة؟ ها؟ بدك تسفر على روما؟ مليون قصة مرقت لك ياها بس لهون وخلص. طيب بس لحظة، فهم علي، أنا ما عم بتعب المصاري مشان تروح تكبن عرفيقتك. قال روما، قال اختي سونيا لا تخافي راح السجان، تعالي افتحي لي الباب. عن جد ما عاد فيني، انا قايمة افتح للباب. استني سونيا، شو قال ابوكي؟ ماما انا ما فيني اتحمل اكتر من هيك، بدي اضل محبوسة؟ يعني انتو رح تفتحوا للباب بالاخر؟ مو المشكلة انك تطلعي من الغرفة يا بانا، خوفي انه ابوك يضل غضبان عليك وما يرضى عنك ابدا. امي انا ما غلطت بحقكم ولا اسأت لحدا من العائلة. بالله عن جد؟ وهي الصور شو بتسميها حضرتك؟ كم مرة قلتن لك هدول الشباب اصحك تقربي منهم وخليكي بدروسك. سونيا شوفي شو بده وبعدين اقفلي الباب عليها بلا ما يجي ابوك ويعمل مشكلة. ما صدقنا انت، هدي شوي. خلص بطلت روح هيك مبسوط؟ والله شكرا كتير لانك رح توفر علي. طبعا انا هلأ كتير مبسوط. اسمعني منيح، من اليوم بتنظم حياتك وعلاقاتك، وقال لي رح اخذ منك بطاقة الائتمان والسيارة ومنشوف مين رح تطلع فيك. هي اول مرة بحاول اعمل شغلة خاصة فيني. بالله شغلة خاصة؟ قال شغلة خاصة، قال لو لا كنت ميت من الجوع يا استاذ. اليوم ونحن بالمشفى أول مرة بحس إنك بتحبني، تعرف هالشي؟ بس طلعت خايف تخسرني مثل أي مشروع. أصلاً أنا بالنسبة إلك مالي أكتر من مشروع، هيك بتشوفني. اللي هالفكرة تفهم من وين إجتها؟ من وين إجتني؟ أنت طول عمرك عم ترضيني بالمصاري وبس. بس قلك ليش أنت مزعوج؟ استنى أنا رح قلك، لأنه بدي أعمل بهالمصاري مشروع لإلي، ولأني ما طلعت طماع مثلك. إحسان بابا، مع الأسف أنا ما فيني أكون مثلك ولا بيسرني هالشي. أصلاً بحياتك ما حسيت فيني وما عرفت شو لازم. والله أحسن بيك، ليش أنا قصرت معك بالمصاري أو بشي تاني؟ في شغلة مقصر فيها طول عمرك. اللي بشو؟ إنك تكون أب، أب يا بابا. قلك الموضوع ما بيخصك، يلا من هون نلع من وشي. ما قلك، اسمعني منيح مجد، لين حبيبتي واذا نسيت بذكرك. ها بالله جد، ليش واحد مثلك شو فهمه بالحب؟ طيب وانت شو دخلك؟ بعدين اللي بعرفه انك من يوم يومك ما بتحبها. سميع، عيب عليكم تتخانقوا هيك، المشاكل مو هيك بتنحل. بدنا نحل هالموضوع مو نكبره. انا رح حلها، دكتور بكري لازم يعرف بكل شيء. خلص أزمة وبتمر، أكيد رح يهدى لا تقلقي، بس بده وقت حتى ينسى. إيه شو كان بدك مني؟ إيه سونيا، بدي إياكي تجيبيلي موبايلك شوي، بدي اطمن على ليل لأنه وضع مو منيح، وبعدين ما رح أقدر روح الجامعة. بدي أقلها أنه اليوم نحن مضطرين نسافر برات البلد، لأني قلت لأحسان نفس الشي وما بدي يتغير الحكي. إيه معك حق، رح روح أجيب التليفون، تحكي كلمتين ورد غطاهن، فهماني علي؟ طيب بسرعة. يا الله أنا إمتى بدي أطلع من المستشفى؟ والله مليت من النوم على التخت. لازم تبقي فترة تحت المراقبة الطبية، فبدك تصبري شوي.
بكرة بس تقومي بالسلامة رح نطلع على السوق ونروح على السينما والمسرح وما تخلي شي بنفسك إلا ونعمله سوا. أوه رح نتسلى يعني، وأنا يا ستي رح عارفك على كل ديسكويات البلد. مين؟ مو لأنك مرضانة زوجية؟ إيه ما حكيت شي. عفواً فيني فوت؟ فوتي أليس. مو قلتي بدك تروحي على البيت؟ ايه مزبوط، بس في موضوع مهم بدي احكيه معك. قلتي لي هالشي وقلت لك من اجله لبعدين. ايه دكتور، بس الموضوع ما بيتأجل وضروري نحكي فيه. يا الله ما عم ترد، يمكن ما عم تسمع. سونيا معقول تكون ساقت حالتها؟ ما بعرف. خلص هاتي التليفون هلأ بانا، بجيب لك اياها بالليل مرة تانية. خلص هاتي للتليفون. استني شوي لأحكي مع أحسان، بركي بيكون عند لين. أنت ما بدك تعالي بقى؟ أنا ما قلتلك ما في تليفون أبداً؟ لساتك عم تحكي معه ما هيك؟ بابا مو هيك القصة، بس كانت عم تحكي مع رفيق تلين اللي بالمستشفى وتطمن عليها. شلون هالتليفون وصل لعندها؟ معناتها أنت اللي فتحتي الباب. إيه بابا أنا فتحته، وهذا اللي عم تعمله ما بيصير أبداً. بدك تعلميني شو ساوي كمان وليه؟ بابا والله مو ذنب سونيا. عم قلك ما بيصير هاد الشي بابا، لازم تفهم علينا وتستوعبنا. عم قلك ما عملت شي وطي الراس وكمان عم تردوا جواب بوشي. يا عيب الشوم عليكم، شكل أمكن ما ربتكن. لا بابا، هي الطريقة اللي عم تعاملنا فيها غلط، بعدين من حقنا أنا وأختي نعيش مثل كل البنات. بعد هالعمر بدك تعلميني كيف لازم اتعامل معكن؟ يا عليك يا أدب. ايه أليس شو هو الموضوع المهم يلي ما فيك تأجلي؟ بخصوص لين يا دكتور، قصدي عن الشي يلي صار بين بانا ولين. في شي مهم انت لازم تعرف فيه.